كابتن عادل ابدا مع حضرتك، وخلينا اتكلم مع حضرتك الاول في مباراه بكره. سموحه فريق جيد جدا، واحد من اهم واقوى الفرق اللي موجوده في الدوري بقاله فترات طويله الحقيقه. من وجهه نظرك كيف ترى هذه المباراه الصعبه في ظل غيابات، بعض الغيابات الحمد لله رجع لنا سته، لكن لسه القائمه ما بنتش لغايه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا التلاحم المباريات مع الفترة الأخرانية في حضرتك آخر مرة، أنا آسف، آخر مرة كنت معانا قلت هذا الكلام، قلت إن الفترة القادمة هنجد إصابات كثيرة في ظل تلاحم المباريات ولعبة المنتخب، حتى اتكلمت تحديدا على عمرو السولية. في ناس لعبت 90 مباراة في السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت والسنة دي حاجة و40 ولسه الدوري 46. فأنت مفيش لعيب يتحمل الجودة ده، بس إحنا مش عايزين نخش في الموال ده تاني، إحنا عايزين نقول للعيبة انسى حبيبي بقى الاجهاد، وانسى اي حاجه، في روح قتاليه. انت لما بتبقى تعبان قوي وبعدين بتجيب جول بتعمل ايه؟ بتعمل سبرنت. بتعمل سبرنت. طب الطاقه دي كانت فين؟ يعني انت مخزنها اهو؟ لا، طلع كل طاقتك، لكن انت عندك 3 بطولات مهمين جدا، دوري عام واثنين كاس. مظبوط. فانت لابد انك انت في الفتره دي، وبعدين احيانا ربنا يبعت لك اصابات في توقيت معين علشان العناصر اللي ما كانتش بتلعب تلعب. تلعب. صح. فيلعب حسام ويلعب كريم ويلعب كوكا ويلعب زياد ويلعب حسام حسن وبعدين الاصابات دي تروح في وقت انت محتاجه فيه يرجع لك 6. فخدوا فتره الراحه ديت اللي انت المفروض ان انت ما كنتش تقدر تديها لهم لولا الاصابه. نعم. بيرجعوا لك بعد استشفاء وبعد قضاء فترة جيدة من التأهيل، ثم ان انت في المرحلة ديت بتبقى طبعا عندك تشوق للكورة. احنا شفنا الماتش اللي فات حمدي فتحي وايمن اشرف قاعدين في المدرج، طبعا يعني عايز يلعب. وكذلك كل اللعيبة والاحتياطي بدر وكل الناس، بدر بنون وكل الناس عايزة تلعب. علي معلول كان ممكن يلعب الماتش اللي فات. فكل الاصابات دي كان ممكن جدا تبقى حاجة سلبية بالنسبة للفريق، أنا بشوف إنها بقت حاجة إيجابية من وجهة نظر اللي فيها ولله الحمد تفاؤل كبير جدا إن أنا بإذن الله تعالى الفترة اللي جاية من ماتش بكرة هيبقى هناك العناصر اللي هي ممكن المدير الفني الجديد مع كابتن سامي قمصان هيحصل إيه؟ تحصل بقى عملية التدوير بشكل جيد، لأنك أنت الناس اللي كانتش بتلعب ابتدت تديلها وابتدت تاخد ثقة. حسام حسن النهارده بعد ماتش اللي فات بقى في حته تانية. مظبوط. حتى وائل كريم بعد كتر الماتشات بقى في حته تانية. كوكا بعد ما اداؤه في اكتر من مركز برضه بقى في وضع افضل. نعم. بقى في منافسه مع علي معلول على الرغم من الفارق الكبير ما بين علي كخبره ودولي والى اخره، مع ناشئ او يعني لاعب في الفريق الاول واخد الخطوه بخطوه، وكل خطوه بياخدها عن طريق ثقه وعن طريق اللعيبه اللي حواليه كمان بيدوله. نعم. المساحه اللي هو وهو بيأدي ما بيبقاش خايف. فطبعا التدوير اعتقد هيبقى جيد جدا. بكره ماتش مهم جدا، وكل الماتشات اللي جايه اعتقد هيبقى فيها العنصر اللي فيه التدوير، وان شاء الله التوفيق بتاع ربنا ان شاء الله يوصلنا ان احنا ما نفرطش بونت باذن الله تعالى.